السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، نستهلها بأبرز العناوين. رئيسة مجلس النواب تشيد بجاهزية كاملة الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا. وزير الأشغال يعلن تخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 156 أسرة بحرينية. ووزارة العدل تعلن التريث في قامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة. أهلا بكم إلى التفاصيل السادسة. أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب الدعم النيابي المتواصل للإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 ودعم المبادرات الوطنية الرامية لتجاوز الظروف والتحديات وتحقيق الاستقرار لمملكة البحرين في جميع القطاعات والمجالات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها معالي رئيسة مجلس النواب وعدد من النواب لمركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث اطلعت معاليها على الإجراءات المتبعة في فحص المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس. وأشادت معاليها بالإجراءات المتقدمة والتدابير المحكمة المتبعة والجاهزية الكاملة التي تمثل ضمانة لتطبيق المعايير المعتمدة دوليا وما يمثله التنظيم المثالي في مركز الفحص من انعكاس مميز للجهود المبذولة من قبل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. ونوهت معاليها إلى أن الإجراءات الأخيرة لعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية تجعل من الوعي المجتمعي ذات أهمية أكبر والرهان الحقيقي لمنع تفشي الفيروس ودعم الجهود التنموية لمملكة البحرين وتحقيق الاستقرار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. اليوم قمنا بزيارة إلى أرض المعارض لإجراء فحص الكورونا بمرافقة معالي الرئيسة، وقام مجموعة من النواب بالاطلاع على سير العمل وعلى فريق البحرين اللي قاعدين يتصدون ضمن هذه الحملة لانتشار الفيروس. الحقيقة عجبنا بما يقومون به من عمل، أجرين الفحوصات وإن شاء الله الأمور طيبة، والحقيقة كلنا فخر بفريق البحرين وإنجازاتهم، خاصة أن الطاقم بحريني متمرس متمكن، أشيد حقيقة بجهودهم، ونحن كسلطة تشريعية ندعم هذا التوجه، ونحن شركاء مع السلطة التنفيذية للقضاء والحد من انتشار فيروس كورونا، ونتمنى أن يزول يعني تزول هذه الجائحة. خلال زيارتنا مع معالي الرئيسة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب إلى مركز فحص الكورونا بأرض المعارض في سنابس، حقيقة شفنا المفخرة لكل بحريني، حيث الكوادر التي تعمل في المركز من أطباء وممرضين ومساعدين والإداريين جميعهم بحرينيين وعلى مستوى عالي من الجهوزية والخدمات التي يقدمونها للجميع، حيث يعجز اللسان عن تقديم الشكر والامتنان لهذا الفريق الذي يعمل ليل ونهار لراحة المواطنين والمقيمين. أصدر سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني أصدر قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 156 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة في الفترة من شهر أبريل ولغاية شهر مايو 2020. كما أكد الوزير خلف أن هناك تنسيقا مستمرا بين شؤون البلديات وإدارة خدمات الشؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلى. صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا وما تم التوافق عليه بالاجتماع المشار إليه بين معالي رئيس الفريق الوطني الطبي ورئيسي الأوقافيين. فقد ارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التريث في إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة، وقررت تأجيل قرار إقامتها إلى موعد لاحق بعد مراجعة المسجلات والتقارير حول المعطيات في حينه.
وسوف يتم مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية بشكل مستمر للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء، بحث الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في اجتماعه اليوم برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس. وفي هذا الإطار ومن أجل مواصلة الحفاظ على الصحة وسلامة تقرر ما يلي. السادسة مستمر وفيها بعد قليل. مركز عيسى الثقافي يدشن كتاب تاريخ النظام القانوني في البحرين. تابع الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عملية توزيع السلال الغذائية لمشروع غذائك في بيتك الذي أطلقته المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حيث تأتي هذه الحملة لدعم الأسر والمواطنين البحرينيين والمحتاجين والمتضررين من وباء كورونا. وطلع المحافظ خلال زيارته على آلية استلام الجمعيات الخيرية للسلال الغذائية على أن تقوم الأخيرة بتوزيعها على المحتاجين، حيث أكد بأن المحافظة ستواصل التنسيق للجمعيات الخيرية وممثلي الأهالي والمتطوعين لتسليم المساعدات دعما للمشروع، منويا بأن المبادرات الخيرية في ظل هذه الجائحة تسهم في تفعيل المفهوم الشراكة المجتمعية وتعزز من تكاتف المجتمع والتعمق في ثقافة العطاء الإنساني لانعكاساتها الإيجابية على المجتمع. في هذه المناسبة نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد على إطلاق حملة فيهنا خير، وفعلا هذه الحملة قامت بعمل جبار، والحمد لله المحافظة والمحافظات لها دور كبير، وزارة الداخلية في توزيع هذه المؤونة. حددت الإدارة العامة للمرور الفترة الصباحية من الساعة 6 صباحا وحتى 2 ظهرا من الأحد وحتى الخميس لتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات، داعية الجمهور إلى الاستفادة من الخدمة قبل 3 أشهر من موعد تسجيل المركبة لتفادي انتهاء موعد التسجيل. هذا وحثت الإدارة العامة للمرور على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة سداد والمنصات الإلكترونية في جميع المحافظات، منوهة إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات التي تحتاج إلى حضور شخصي فيستوجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق الأجهزة الذكية، وذلك لتفادي وجود كثافة في عدد المراجعين في قاعات تقديم الخدمة.
دشن مركز عيسى الثقافي كتاب تاريخ النظام القانوني في البحرين خلال العقود الأولى من القرن العشرين للباحث الدكتور علي الصديقي، وذلك في محاضرة عبر منصة زوم إلكترونية احتفاء بمرور 100 عام على تأسيس المؤسسات الدولة البحرينية الحديثة. وافتتح الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي للمركز، افتتح المحاضرة بكلمة رحب فيها بالجمهور عبر الأثير الإلكتروني، ومشيدا بجهد الباحث في إعداد الكتاب. من جانبه قال مؤلف الكتاب الدكتور علي الصديقي في محاضرته إن الكتاب يحاول عرض التجربة البحرينية في عملية صناعة القانون في مراحلها الأولى. وبين الصديقي بأن الوثائق التاريخية التي تم استعراضها تثبت أن سنوات حكم صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة وصاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة كانت غزيرة بإنتاج الإعلانات التشريعية والقانونية في مراحلها الأولى، وكانت بمثابة مرحلة تأسيسية في عملية التشريع الحديث، مثمنا دور المركز في توثيق مسيرة التطور التاريخي القانوني لمملكة البحرين. وإلى الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار سلسلة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.